أجواء كل ذلك والمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الحوار من الرباط مع موفد العربية الخليل ولد جدود. أهلا بك معنا الخليل، الكلمة لك، تفضل. أهلا طاهر. بالفعل وصل بعض أعضاء المجلس الرئاسي الذي سيدخل في مشاورات مكثفة في منتجع الصخيرات لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة. غدا ينتظر أن يصل رئيس الوزراء فايز السراج وباقي أعضاء المجلس بما فيهم أحمد معيتيك. هناك غموض فيما يخص مشاركة محمد العماري المحسوب على الجماعة الليبية المقاتلة وكجمال المحسوب على إخوان ليبيا في هذا الاجتماع، لكن المصادر الليبية وأيضا المغربية التي تحدثت إليها العربية رجحت مشاركة الجميع في هذا الاجتماع. ننتظر أيضا وصول وفود من مجلس النواب الليبي. هذه المشاورات ستتم أساسا بين المجلس الرئاسي وأعضاء مجلس النواب الذي سيمنح الثقة لهذه الحكومة. الاتجاه هو في تشكيل فريق حكومي صغير، طبعا سيراعي في كما في الحكومة السابقة التي رفض المجلس منعها الثقة المحاصصة القبلية والمناطقية. هناك اتجاه في أن يكون وزير الخارجية من الشرق ووزير الداخلية من غرب ليبيا على أن يمنح الجنوب الليبي وزارة المالية. لكن طاهر كما كانت العقدة في مسار المفاوضات الطويل والشاق في منتجع الصخيرات والذي استضافه المغرب وتمت رعايته من طرف الأمم المتحدة والذي لعبت فيه الأجهزة المغربية دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، كانت العقدة في المادة الثامنة التي تضع القيادات العسكرية والأمنية تحت وصاية المجلس الرئاسي. هذه المرة العقدة وهذه معلومات حصرية للعربية ستكون في وزارة الدفاع. هناك خلافات حول من يتولى وزارة الدفاع وإلى أي المناطق في ليبيا ستسند هذه الوزارة. هناك مقترح في أن تبقى وزارة الدفاع ضمن صلاحيات رئيس الوزراء فايز السراج على أن تسند بعض صلاحياتها للقائد العام للجيش الليبي. إذا ما تمكن الفرقاء الليبيون من تجاوز هذه العقدة ومع الضغط والدعم الدولي وجهود المغرب الذي ينأى بنفسه عن الخلافات الليبية ويبدو مقبولا لدى جميع الأطراف كداعم لجهود السلام في ليبيا، قد يتم من جديد تتجه الأنظار إلى منتجع الصخيرات الذي قد يستقطب الاهتمام ويتم فيه الإعلان عن أول حكومة وحدة في ليبيا. واضح جدا، بدعم جميع الأطراف. شكرا جزيلا لك خليل ولد جدود، موفد العربية إلى الرباط، شكرا على هذه المعلومات.